مولاي، مو عارفان شو بدي اقلك، بس ربنا بعت لنا معجزة. معقول تكون هي اللي رجعت؟ يا ربي دخيل. أنا هيام، هل تذكروني؟ أنا هيام، جارية السلطان سليمان سلطان العالم، وزوجته وأم أولاده الخمسة. هيام، من الذي ظلمني وعذبني كل هذا العذاب؟ إذا كان هناك من فاعل فمن هو؟ أهم أعدائي أم حلفائي السيئون الذين وثقت بهم وأتمنتهم؟ أم هي ذنوبي؟ هل كان امتحانا لي أم أنها فرصة لأنبعث من جديد؟ أنا هيام، بعد سنين الفراق التي أعمت قلبي ومزقت روحي، عدت مجدداً للحياة. أعادني وجه سليمان إليها، وفاضت روحي حباً وأملاً برؤية عينيه. رميت بكل مخاوفي جانباً، فالغريق لن يعود للبحر ليغرق مرة أخرى، ومن سبق له أن احترق لن يحترق ثانية. انتزع الجمر من قلبك بيديك أنت، اضربي بحقد واجعلي قبضتك من حديد. هيام، أطلقي سهام حقدك ودعيها تستقر بقوة في صدور أعدائك، واحرقيهم بنار عذابك وألمك. هيام،